بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء أينما كنتم، انطلاقة مستمرة لأشواطنا الجميلة والرائعة والمميزة. نسير وياكم مع المركز الأول مع سابع أشواطنا على الصدارة. هذا الشوط النشوة، سالم بن علي بن ذياب الوهيبي مع المركز الأول. المركز الثاني، ثاني المراكز الشبابية، محمد بن عبد الله الحارثي على المركز الثاني. والمركز الثالث القدوم والتقدم أيضا من القادمة والواصلة في هذه اللحظات مع الشبابية، وأيضا الأسماء بشعارات قادمة بشعار حمود بن علي الوهيبي مع زعفران. المركز الرابع الوصول مع حظ سالم بن حمد المالكي. هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى، لكن أعود إلى الشبابية في المركز الأول اللي انطلقت على صدارة هذا الشوط مع الشبابية، وأيضا وبانطلاقة الشبابية محمد بن عبد الله الحارثي راعي عرجه من يقدم لنا الشبابية في هذا الشوط الجميل. لكن المركز الثاني بشعارات متميزة قادمة إلى المنافسة بشعار سالم بن حمد المالكي مع حظ على المركز أيضا الأول، غيرت إلى الصدارة. المركز الثالث أيضا شعار زعفران حمود بن علي الوهيبي، لكن الوصول أيضا من القادمة أيضا شودة محمد بن ناصر المالكي مع شودة والأمتار الأخيرة. لكن هناك حظ ولا الشبابية، حظ ولا الشبابية يا راعي بويضة، حرك اللي بيحرك. لكن على الصدارة على المركز الأول الشبابية مع راعي عرقة حمود، يا حمود للنواميس يعود. تهانينا والناموس لأيضا محمد بن عبد الله الحارثي على الإنتاج الطيب وعلى هذه النوعية. المركز الثاني كانت حظ سالم بن حمد المالكي، ما قصرت حظ. المركز الثالث أيضا القادم بشعر ناصر بن سالم المالكي مع شودة، والتوقيت زمني دقيقتين والستة، والتوقيت زمني لهذا الشوط.